اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. انا لينا رؤوف، بعمل فيديوهات عن كل حاجه بتخص الام والحامل والطفل من اول يوم ولاده ولغايه سن 5 سنين. حاولي بقى لو حابه تاخدي لفه في القناه كده، هتعجبك بجد. فيديوهات كتيره هتفيدك في حاجات البيبي. الفيديو ده مهم لكل ام هتولد قيصري. هقول على شويه نصايح هتفيد اي ام هتولد قيصري قبل ما تروح تولد باذن الله. طبعا ده نتيجه خبرتي في الولاده كذا مره، فربنا يا رب يقوم كل ام حامل على الف خير، هي ونونو تجيب نونو جميل زيها. اول حاجه مهمه جدا جدا جدا، ضروري قبل ميعاد الولاده بيوم لازم تنظفي ضروري منطقه البطن كويس قوي من اي شعر فيها، خصوصا اخر جزء تحت من البطن، عشان البلاستر اللي بيتحط عليها بيكون اللزق بتاعه شديد جدا، فوقت لما هيجي يتشال هيبقى صعب عليكي لانه هيتشد بالشعر اللي تحته. فما تنسيش نظفي كويس قوي قوي المنطقه دي قبل ما تروحي باذن الله المستشفى. تاني حاجه، بصوا هي دي مش ضروريه قوي بس بجد والله يعني صدقيني هتفرق معاكي قوي ان شاء الله وانتي رايحه المستشفى وبعد الولاده باذن الله. حاولي اليوم اللي قبل الولاده باذن الله تهتمي بنفسك ويعني ببشرتك وبشعرك، علشان يعني يومها هيبقى، هتلاقي ممكن وانتي في المستشفى المقربين ليكي بيزوروكي، وهتلاقي صور وتصوير، الصور دي يعني بتقعد طبعا طول العمر. فحاولي لو تقدري ان انت قبلها بيوم لو تعملي شعرك في البيت، او لو حابه انك انت تقدري تروحي الكوافير طبعا يبقى حاجه كويسه جدا. هتلاقي نفسك معنوياتك ارتفعت ان شاء الله يوم الولاده، وهتبقي مبسوطه لان الواحده بعد ما بتفوق من البنج طبعا بيجي مثلا بنت خالتك، بنت عمتك، المقربين ليكي، الصور مع زوجك او مع اهلك، هتبقي يعني صدقيني بجد. احنا طبعا كستات لما بيبقى في حاجه بتحلي من شكلنا بترفع من معنوياتنا اكتر وبتخلينا سعداء، غير لما نبقى احنا يعني حاسين ان الناس جايه واحنا منكوشين ومدعمسين وكده. فحاولي طبعا ان انت لو تقدري انك انت قبلها بيوم تقدري تعملي شعرك في الكوافير او في البيت. تالت حاجه، ما تنسيش انك انت تحطي في شنطه الولاده باكت واحد بس على الاقل من فوط الصحيه بعد الولاده. بيبقى في منها ماركات كتير، في منها ماركه دراي بوست، وفي منها ماركه فاين. هما بصي طبعا في المستشفى يعني بيدوكي، بس انتي ما تضمنيش، انتي ممكن الفوط اللي هما مدينها لك دي تخلص مثلا بالليل، تلاقي نفسك ان انتي عقبال ما عماله تندهي الممرضه وتدوري عليها، وطبعا بالليل بتبقى الدنيا الى حد ما نايمه، ممكن ما تبقاش الممرضه بتيجي بسرعه ويكون الفوط الصحيه بتاعتك اتملت ومسربه مثلا على اللبس. فحاولي تاخدي معاكي باكت واحد احتياطي، وما بيبقى سعرهم بسيط يعني بيبقى سعرهم تقريبا في حدود 30 جنيه. تاخدي معاكي احتياطي انقاذ موقف، علشان انت لو جيتي اتزنقتي مثلا وخلصوا وما لقيتيش الممرضه يبقى خلاص انت جاهزه ومستعده لاي موقف ممكن يحصل. طبعا يعني هو الولاده القيصريه ما بينزلش فيها دم كتير قوي زي الولاده الطبيعيه، بس هي برضو بينزل فيها دم، ويعني هتلاقي نفسك كل مثلا ساعتين حابه انك انت تغيري برضو. رابع حاجة، حاولي اللبس اللي انت تاخديه معاكي المستشفى اللي هتلبسيه في المستشفى نفسها يبقى عبايات. ناس بتقول بيجامات وكده، بس لا بجد بجد عن تجربة ما تجيبيش حاجة فيها بنطلونات، يعني مش بيجامة فيها بنطلون او كده، علشان هيبقى رفع رجلك هيبقى بصعوبة جدا يعني علشان الجرح، بالاضافة ان حزام البنطلون هيضايقك مع الجرح. وطبعا مش يعني ما تجيش تاخدي معاكي في المستشفى عباية واحدة بس، لا هاتي عبايتين تلاتة، عشان احنا زي ما قلنا انتي اولا عشان تبقي عارفة انتي مش يعني ان شاء الله باذن الله بيبقى بتبت يوم او يومين ده بالكتير خالص، فاتي معاكي عبايتين تلاتة، لان زي ما قلنا بيبقى فيه تسريب مثلا نزول الدم اللي بعد الولادة ممكن يتسرب من الفوط الصحية يجي في الجلابية، ممكن وانتي بترضعي البيبي يقشط على لبسك هتضطري ان انتي تغيري، ممكن اللبن نفسه في صدرك يعني يجي على العبايه او كده، فهتلاقي نفسك لا محتاجه انك انت تغيري، عشان بس ما تتحطيش في موقف ان انت في المستشفى وقاعده في اي حاجه ممكن انها تضايقك او كده، او يعني تلخبط مودك. خامس حاجه، ضروري خدي معاكي لبس تقيل عن العادي اللي انت بتلبسيه في الوقت اللي هتولدي فيه. يعني انت مثلا هتولدي في الصيف ما تستهونيش وتروحي واخده هو حاجه كات مثلا، لا لا خدي حاجه اتقل بشويه، اتقل من اللبس اللي انت بتلبسيه، علشان بعد البنج بتحسي بسقعه غير طبيعيه، يعني سقعه ما حسيتيش بيها بعد ما تفوقي من البنج، يعني سقعه ما حسيتيش بيها في حياتك كلها،
فخدي معاكي حاجة ضروري اتقل من العادي اللي انتي بتلبسيه. وطبعا لو في الشتاء خدي بقى يعني خدي ضروري، وخدي معاكي شال علشان هتلاقي نفسك بتصحي طبعا بالليل ترضعي البيبي، مع طبعا احساس السقعة اللي بعد البنج ده بيبقى احساس صعب جدا. غير كده هيجوا يقولولك في المستشفى تمشي، علشان بعد العملية هتبقي وقتها انتي عمالة تتمشي في الكوريدورز مثلا بتاعة المستشفى بالراحة واحدة واحدة. الكوريدورز دي بتبقى تيارات هواء وساقعة عن الأوضة بتاعتك، فلازم خدي معاكي شال ما تنسيش ضروري، وخدي معاكي لبس اتقل من العادي اللي انتي بتلبسيه في وقت الولادة سواء الصيف او الشتاء. سادس نصيحة مهمة جدا، ودي يعني طبعا ممكن الدكتور بتاعك يقولها لك، وانا وقت ولادتي مع الدكتور ما قاليش. فسادس نصيحة عشان تبقي عارفة، ما تنسيش ضروري قبل الولادة تصومي قبلها ب 12 ساعة ده على الأقل. وكل ما تصومي أكتر يكون الوضع أحسن، لأن مع ميعاد الولادة البنج، ريحة البنج والبتادين دي بتخلي البطن تقلب، وطبعا مع كل إحساس إن البطن بتقلب دي مع وجود الجرح بيألم جدا جدا، كأن الجرح بيتفتح من أول وجديد. فلما الدكتور يعني حتى لو الدكتور قالك مثلا صومي 10 ساعات انتي صومي 12 ساعة، قالك صومي 12 ساعة انتي صومي 14 ساعة، حاولي تزودي ساعتين عن الميعاد اللي هو بيقولولك. ولو ما قالكيش اديكي اهو انتي عرفتي. انا بالنسبة لي انا ما كنتش عارفة، يعني الدكتور ما قاليش، انا يعني لغاية دلوقتي انا مش عارفة ازاي. انا روحت يومها الصبح لقيت الممرضات عمالين يقولوا انتي ازاي مش صايمة، وده ما ينفعش، وده مش عارفة ايه. فطبعا كان الموضوع بالنسبة لي صعب جدا. سابع نصيحة، ودي ضروري جدا جدا عشان تقدري بإذن الله تتعافي بسرعة، لما الدكتور أو الممرضات يقولولك قومي تمشي بعد الولادة، لازم تقومي تتمشي. معلش تعالي على نفسك، هو بيبقى انت لسه أنا عارفة فايقة من البنج ويعني دايخة شوية، بس معلش لازم تقومي تتمشي. حد من اللي معاكي في المستشفى يمسك ايدك ويسندك وتتمشي بالراحة واحدة واحدة. تعالي على نفسك، طبعا بقولكيش بقى يعني تجري، لا اتمشي بالراحة بالهداوة، علشان دي بتساعد انها تلين الجرح وتخليكي باذن الله تتعافي بسرعه. هتتمشي في الكوريدورز مثلا زي ما قلنا في المستشفى، هتلفي كده في الاوضه اهو، ايه يعني لازم، ده حاجه لازم، معلش لازم تيجي على نفسك. سابع نصيحه، ما تستهونيش ابدا بلبن اللي بيقولوا عليه لبن السرسوب. بمجرد ما تفوقي باذن الله من العمليه ويبتدوا ان هم يدوكي البيبي، حطيه على طول على صدرك وشربيه اللبن. اوكي، اول لبن ينزل، انا عارفة بيبقى لسه بالذات لو اول بيبي بيبقى الموضوع يعني صعب عليكي، وانتي مش فاهمة لا انتي عارفة تتعاملي ولا البيبي طبعا. فانتي حاولي، ولو معاكي حد يعني يقدر برضو يعرفك، او لو الممرضة، لازم اول ما يدوك البيبي تديله على طول الرضاعة اللي هي اللبن الاولاني، لبن السرسوب. وهتلاقيه على فكره هو هيبقى لونه فاتح كده شبه الميه، ما تتخضيش، هو ده اللي بيبقى اسمه لبن السرسوب، اللي هو اول لبن بينزل، ما بيبقاش لونه ابيض زي اللبن العادي. لازم تديه للبيبي علشان ده بيبقى مهم جدا لصحه البيبي وحمايته وزياده مناعته، فما تستهونيش ابدا. تامن نصيحه، ما تنسوش ضروري راجعوا تفاصيل بنود فاتوره المستشفى. اوكي، يعني بصوا ده على طول بتحصل في المستشفيات، استفسروا عن كل بند، وعشان ما تدفعوش بس حاجة حرام انتوا ما استخدمتوهاش، لان بتحصل كتير وبنلاقي بنود محطوطة احنا ما استخدمناهاش، او بنود محطوطة بزيادة اصلا. فيعني دي نصيحة بجد. يعني تاسع نصيحة، ما تكتريش في اللبس وانتي رايحة، سواء لبسك او لبس البيبي، لان هما باذن الله هتبقى يدوب ليلة او ليلتين، فاي زياده في اللبس يعني معناها زياده معاكي في الوزن، وزياده معاكي في الكراكيب اللي رايحه بيها. فما تكتريش ما تكتريش، يعني هم ممكن 3 طقمه ليكي و3 طقمه للبيبي. عاشر نصيحه، لما توصلي باذن الله البيت، خلي بالك انت لسه بطنك مفتوحه، ما تشيليش ولا تحطي ولا تضغطي على نفسك في اي حاجه، علشان باذن الله الجرح يلم بسرعه وتخلصي من موضوع الجرح ده. معلش انا عارفه، هو احنا كامهات بنبقى متعودين على الفرق، وما نستحملش ان حاجة تبقى مش محطوطة مكانها، وبنبقى عايزين يعني الدنيا تبقى مترتبة او متنظمة. لا معلش، خدي لنفسك بريك كده يعني اسبوع، حاولي انك انتي ترتاحي تماما، لا تشيلي ولا تحطي ولا تضغطي على نفسك، عشان بس نخلص من موضوع الجرح ده، وباذن الله يلم بسهولة، عشان بعد الشر الجرح لو ملمش بتبقى مشكلة كبيرة جدا. عاشر نصيحة، بإذن الله حاولي يعني طبعا سواء انتي في المستشفى او بإذن الله بعد ما ترجعي البيت بالسلامة، ابعدي عن اي تغيرات هوا،
خصوصا خصوصا اول 3 أو 4 ايام، لان زي ما بيقولوا يعني امهاتنا واهلنا بيفضلوا يقولوا ايه ده انت لسه جسمك مفتح، يعني داري نفسك من الهواء او دفي نفسك، انت لسه جسمك مفتح. فعلشان بيبقى سهل جدا ان انت بعد الشر بعد الشر بعد الشر عن اي حد، بيبقى سهل ان الواحده بعد ما تولد هي لسه قايمه من عمليه مع تيارات الهواء بعد الشر تلقط برد او كحه. وطبعا اي كحه او اي هزه سرير او اي عطسه دي كأن الجرح بيفتح ويقفل تاني. فخلي بالك خلي بالك، الموضوع ده بيبقى مؤلم جدا وانت ما بتبقيش مستحمله تعب فوق تعبك. النصيحه رقم 11، اوعي 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 تعرضي الجرح لا الميه ولا الحراره. يعني انت بتاخدي عايزه تاخدي شاور، لا معلش بالفوطه كده من حواليه وما تجيبيش عليه ميه. عايزه مثلا تعملي لنفسك حاجه كوبايه شاي مش عارفه ايه، ما تقفيش جنب البوتاجاز يبقى سخن مطلع عليكي حراره، او تقفي جنب حد بيطبخ او كده. ضروري ضروري، عشان كل ده بيأثر في التئام الجرح وفي مدة التئامه، علشان بإذن الله تخلصي من موضوع التئام الجرح ده تماما تماما. معلش انا عايزة اكد تاني على نقطة ان انتي خلي بالك ان انتي بعد الشر ما تلقطيش اي برد او كحة او عطس، علشان بجد كل هزة سرير هتأثر معاكي في الجرح. فارجوكي ارجوكي ارجوكي ما تستهونيش، وحتى لو انت في الصيف ما توجهيش على نفسك تكييف وما توجهيش على نفسك مروحة. معلش استحملي كده اول يومين ثلاثة من غير تكييف، ولو انت يعني مش قادرة تستحملي الحر مروحة تبقى متوجهة بعيد عنك خالص، بحيث انها ايه تعمل يعني هوا خفيف خالص في الأوضة، بس ما توجهيش على نفسك لا مروحة ولا تستخدمي التكييف اول 3 ايام. اخر حاجة بقى، بصوا يعني بجد احنا كل الكلام اللي قلناه ده، انا عايزة بس الامهات باذن الله اللي رايحة تولد قيصري، بصي على فكرة عملية الولادة القيصرية نفسها مش صعبة ابدا ابدا. يعني انا كنت رايحة اولد اول مرة عمالة اقول انا خايفة من الولادة، انا ايه اللي هيحصل من الولادة، انا ايه اللي هيحصل في اوضة العمليات. لا 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 لا، بصوا الموضوع بجد ما تروحيش وانت خايفة، الموضوع بجد العملية نفسها ما بتبقاش صعبة ابدا. يعني انتي بيروحوا واخدينك كده ويخلوكي تلبسي ويلا ونامي على السرير، ويدخلوكي اوضه العمليات وتبتدي ممرضات والدكتورز يتكلموا معاكي ويهزروا معاكي، وبعدين هتلاقي نفسك صحيتي وبيجيبولك البيبي ان شاء الله على خير ومبتسمين. فما تقلقيش خالص، مش هتحسي باي حاجه، والعمليه ان شاء الله باذن الله سهله وسلسه. التعب بيجي بعد ما تفوقي من البنج، وطبعا هما في المستشفى بيدوكي مسكنات على فترات كل شويه، ما يعني ما عشان نبقى والله صريحين، ما بيبقاش يعني اللي هو الحاجه السيفير، يعني ما بيبقاش الحاجه القويه اللي كل واحده تبقى خايفه للدرجه دي وهي رايحه. زي ما قلنا التعب بيجي بعد ما تفوقي من البنج، وهما بيدوكي مسكنات. وطبعا طبعا اول ما تشوفي البيبي هتنسي كل تعب وتقولي ده يعني اي تعب يهون عشان خاطر عيونه، وربنا يا رب يقومك بالف سلامه على خير انتي واحلى نونو يا رب. باذن الله ولاده سهله يا رب يا رب لكل الامهات، وباذن الله تجيبوا بيبي سليم وعافى يفرحكم كده ويعني يبسطكم وتفرحوا بيه يا رب ان شاء الله. واتمنى يا رب الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم وافادكم في حاجات من الحاجات دي. اول ما انا روحت اولد مره ما كنتش عارفاها، وطبعا يعني اثرت معايا، ف يعني استفدت منها طبعا في الولادات اللي بعد كده، فقلت افيد بيها الامهات. لو الفيديو عجبكم يا ريت لو تعملوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا بعمل كل اسبوع فيديوهين ثلاثه كده لكل حاجه بتخص الام والطفل المولود من اول يوم ولاده لغايه سن 5 سنين، الحاجات اللي انت المفيده انك انت تشتريها، والحاجات اللي مش صح انك انت تحطي فيها فلوسك ما تشتريهاش، والفرق ما بين الماركات وايه احسن الشنط وايه احسن الشايلات وايه احسن العربيات، والحاجات اللي هتحتاجيها لنونو من اول يوم ولاده، الببرونات والتيتينات والحاجات دي. فاتمنى ان شاء الله يعني لو تنوروني في القناه وتعملوا اشتراك ولفوا لفه في القناه كده. اشوفكم على خير، انا معاكم لينا رؤوف.